طب فيروس الكورونا والأطفال الصغيرين سجلت حالة 13 يوم، دي من الحاجات من الرسائل المطمئنة بقى انه 13 يوم وخف، كان بيبي عنده 13 يوم وصيبه كان ايجابي للفيروس وما حصلوش اي مضاعفات وخف الواحد من غير تدخل طبي تماما ما شاء الله. فدي برضو من النقطة قبل 5 سنين تقريبا ما حصلش تقريبا اي حالات مضاعفات. على الشاشة كده فيروس الكورونا اصابته في الحديث الولادة عنده 13 يوم ما حصلش اي اعراض ولم تظهر عليه اعراض مقلقة وتم شفائه دون اي تدخل طبي. حاجة تطمن كل الناس ان شاء الله. سبحان الله سبحان الله. حتى قبل 5 سنوات تقريبا حالات قليلة جدا قبل 5 سنوات. هو ايه بيبقى عندهم مناعة يعني انا عايزة افهم. مش مفسر بالعكس. سبحان الله. هو المفروض ان مناعته اقل بس مش مفسر ليه في الاطفال. حالات قليلة مضاعفات لا تذكر لا يوجد زيرو حالات الحمد لله وفيات. واللوحة دي مظبوط فعلا الحالات اللي كاتبها؟ نادرة جدا. نادرة بتاعت اللي هي أقل من 5 سنين. غير واضح مش معروف ليه. يتولاهم ربنا اللي هو أوجدهم وإداهم فرصة الحياة. فدي حاجة برضو من نقطة هي الهوب اللي حضرتك اتكلمت عليه هو الهوب. هوب أهو في عندنا على الأقل ننقذ الصغيرين. بالزبط. حلوة الصورة دي إيه ده؟ كله بقى إيه لابس لابس الماسك. ولبس الماسك غلط زي ما انت لابس مش حاطين على مناكيرهم خالص كويس. فتقريبا ما فيش حالات لغايه 10 سنوات اهو ما حصلش الحمد لله الحمد لله ولا حاله وفيات تماما يعني يبقى اصابه اقل مضاعفات لا تذكر لا يوجد حالات وفيات رسائل كلها بالنسبه لنا في الاطفال الحمد لله حاجه تطمنا جدا. دكتور شبيب الحقيقه انا في حاجه ما بفهمهاش قوي وعايزه يعني اعرف ترجمتها ايه هو الهيربس؟ الهربس ده فيروس بيبعده عن طريق جهاز تنفسي طبعا في هربس اللي هو الموروث اللي هو ممكن يتنقل الام لطفلها اثناء عمليه الولاده وفي الهربس اللي هو العدوى عن طريق جهاز تنفسي بيعمل التهابات في الحلق زي اللي شفناها كده صحيح وبيعمل بقى التهابات في اللثه عنيفه ووجع شديد والطفل ما بياكلش كويس وفي للاسف اطباء كتير بيشخص ان هي التهاب ميكروبي بيترزع المضاد الحيوي ويبدا ايه يحصل مضاعفات نتيجه أيوة. استخدام مضاد حيوي. الهربس مرض لو وصل للأجزاء التناسلية اللي هو الفيروس اللي هو بيسموه الموروث ده ممكن يبقى ليه مضاعفات لكن الفيروس العدوى اللي احنا بنشوفه كل يوم في عيادتنا هو حاجة بناين تماما آمنة تماما مسألة وقت بسيط مسكنات وموضعية أو مسكنات عن طريق الفم بتنتهي القصة في خلال من أسبوع لعشر أيام. نسبة انتشاره ما اقدرش اقول لك احصائيه كامله ان هو فعلا موجود بشكل كبير جدا وليه فترات كده او باوتس يعني ايه فترات انتشار وارتفاع في معدل الحدوث ملوش ايه عدد معين لكن هو موجود موجود ب